مساء الفل وجمال على مشاهدي صداق البلد. انا شهيرة ابو سيف واكله العيله، اكله العيله كل يوم من الثلاث للخميس الساعه 1 للساعه 2، بيتعاد تاني على صدى البلد 2 من الساعه 3 للساعه 4. انا جايه النهارده عامله حسابي على مفاجاه. المفروض نشوى امبارح قالت لي حضري نفسك عشان بكره انا هبهرك كويس، وجيت فعلا انا انبهرت. انا هسيبها هي بقى اللي تقول المفاجاه، بس الاول ارحب بنشوى. حبيبتي عامله ايه يا نشوى؟ حبيبتي يا شيره، مش عارفه اخبي وشي كده ولا كده. بصوا يا جماعه، النهارده فعلا احنا كنا محضرين مفاجاه قويه جدا، وكنت بتحدى بيها شهيره، بس للاسف جد في الامور امور، وجايبه لكم بقى النهارده معايا مفاجاه اقوى. انا النهارده اعتبره ان نشوى اجازه من المطبخ. مش انتوا كمان بتاخدوا اجازه من المطبخ؟ من حقي انا كمان يا شهيره اخد اجازه ولا حقك ايه؟ حقك ويك اند وخميس، حقك. ايوه النهارده بقى عامله لكم مفاجاه حلوه جدا، بس قبل ما اقول لكم عليها ما تنسوش تتابعونا يوم الثلاث والاربع والخميس على صدى البلد 1 الساعة 1، والإعادة إن شاء الله بتبقى الساعة 2 على صدى البلد 2. وتعالوا بقى أعرفكم بالشيف الجميلة اللي هتفجر لنا مفاجأة حلوة جدا جدا النهاردة، وعاملة لنا سفرة حلوة قوي. الشيف دعاء، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه بقى، فاجئينا بقى وقولي لنا عاملة لنا ايه، بس ما تقوليش المفاجأة الكبيرة، قولي المفاجأة الصغيرة هتعملي ايه بس النهاردة. انا عرفت ان في مفاجأة كبيرة يا جماعة، لازم تتابعونا النهاردة على مدار اليوم ومدار الحلقة، الساعة كلها مفاجأة. بالظبط كده، دعاء هتفجر لنا النهارده مفاجاه. انا نفسي انبهرت وانا داخله الاستوديو، فلقيت نشوى بهرتني. فاحنا هنبدا مع دعاء اول انبهار، واستنونا بقى علشان على مدار اليوم في انبهارات كتيره. قولي لنا بقى يلا. انا عامله جلاش بالبيتزا. الله، باللحمه المفرومه. جلاش بالبيتزا يعني لا هنعجن بقى ولا دقيق ولا ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ انا لا لا خالص. الحمد لله، انت اخده اجازه النهارده، ولا جلوفزات ولا حاجه. بصي قاعده كده ايه، باشا باشا. لا وجلاش وبيتزا، انا هنهار النهارده. هو الجلاش انا عاملاه بطريقه ان انا مقطعه حلو قوي، يعني مفرفراه كده. جميل، ماشي. بتقطعيه بقى بالسكينه ولا بالمقص؟ ممكن مقص وممكن سكينه. اصل انا بحب المقص قوي. أيوة. افتح عيش بمقص، اقطع جلاش بمقص. بصي المقص ده شغال معايا على طول. ايوه هو سهل جدا. ينفع نقطعه بايدينا؟ بص اصل هقول لك على حاجه شهيره، دي بقى ايه السهل. ريحني كده، ريحني على الاخر. اقطع بايديا وتسلم. ينفع اقطع بايديا عادي؟ مقص وسكينه ونقعد نفرد. مش فاضيه مش فاضيه مقص وسكينه. فين فين ايام الكفته؟ فين فين الكفته؟ صبع الكفته بجد. البسي يا شهيره وتعالى. لا لا انا قاعده هنا، انا بصي بقى، انا معايا هنا الصينيه، هبتدي احط. هتبتدي الاول هتعملي الجلاش معانا؟ اه. طيب عشان طبعا ندخلوه الفرن. حلو، علشان الوقت كمان. اه بصي بقى، ببتدي انا دي جايبه واحده بس، لفه واحده بس. حلو قوي. ماشي، ببتدي ان انا بصي هو انا ممكن بقى وتوزعيها كده. اه هو انا ممكن احط سمنه، بس لو انا حطيت سمنه هنا أيوة. هيكلكع، يعني هتبقى دي مكلكعه في حته ودي في حته ومش هعرف افرفرها، فانا دي كده احسن. بعد كده هوريكي الحاجه اللي هتبقى ماشي. بالزيت وكده. واحنا ممكن كمان نحط زيت، خلي بالك ان الزيت برضو بيعمل ليه عامل كده ان هو بيخلي الحاجه احسن من السمنه. بالظبط كده. انا مش بستعمل بصراحه فيها سمنه. حلوه قوي. انا بستعمل بس زيت فيها. طب انت معظم اكلاتك كلها بتبقى بالزيت ولا بالسمنه؟ لا بالزيت وساعات بالسمنه، مش هكذب عليك. اه يعني بتعملي خليط من ده على ده؟ بالسمنه البلدي احيانا. هي مش بلدي. خلي بالك هي مداريه نفسها مني. الحقيقه ما هي مداريه نفسها، هي بتبص لك انت، بتقول لك السمنه البلدي، بتبص لك انت. انا واخده بالي. ايه دعاء؟ لا بس مش قوي يعني، احيانا اكتريه الوقت بيكون زيت. أوه. بس حاجات كده بسيطه يعني، ممكن طشه ملوخيه مش عارفه ايه. ما انا كنت لسه هقول لك ايه، الملوخيه بالزيت ازاي. واقول لك على حاجه دي كمان شهيره، بتموت بقى في حاجه اسمها زبده وسمنه بلدي. يا سلام. كنت يا سلام، بتعيش حياتها بقى. انا بحب الزبده بصراحه. بصي بقى هي حلوه. انا بحب الزبده. هنا انا عندي فلفل الوان وطماطم. حلوه قوي. ببتدي ان انا الاول معلش عفوا، هنا بتعملي ايه؟ هنا عندي اللحمه المفرومه. اه اللحمه المفرومه المعصجه. انا معصجاها طبعا قبل الحلقه علشان الوقت بس. حلوه قوي. ماشي. طيب هو انا ممكن اعمل حشوه ثانيه غير اللحمه ممكن المفرومه؟ ممكن تعملي جبنه ميكس، ممكن وتحطي معاها زيتون وفلفل الوان وكده، مفيش اي مشكله. يعني اي حاجه بناكلها بره في البيتزا احنا ممكن نعملها في وصفه النهارده، بس بدل العجينه بنستخدم الجلاش. صح كده؟ أيوة. حلوه قوي. على فكره ده بيبقى حلو قوي. في انا دلوقتي انا قلت يعني ايه بيتزا بالجلاش، يعني انا بستخدم الجلاش بدل العجينه. طب حلوة. وبعمل برضو حركات البيتزا. انا على فكره انا النهارده عاملاها لكم علشان طبعا كل سنه وانتم طيبين داخلين على رمضان. أوه. فلازم نابهر السفره ونعمل حاجات جميله. حلوه حلوه قوي. حلوه قوي دي.
قولي لي بقى طبعا انت مع الصاجه اللحمه المفرومه دي بانهي طريقه؟ بصي انا الاول بحط الطاسه وبعد كده بحط بقى سمنه وشويه زيت برده، وبعد كده لازم ادي صدمه للحمه. برافو دي اهم عليك. حاجه برافو عليك. ليه بقى؟ عشان ما انزلش السوائل بتاعتها. شاطرة قوي. انا مش عايزه اللحمه تفقد السوائل. أيوة لو فقدت السوائل هيبقى الطاسه كلها مليانه ميه من بتاعه اللحمه. انا مش حابه كده، ما ينفعش. ايوه مرحله الصدمه. مرحله طب اقول لك على حاجه، اقول لك والله ما هتصدقوني، انا من ساعه ما شميت ريحه اللحمه المفرومه عرفت هي معصجاها ازاي. عشان كده انا قصدت النهارده ان انا اسال دعاء انت معصجه اللحمه المفرومه ازاي. قلت كده ايه اشوف يعني هل فعلا توقعاتي صح ولا غلط، بس الحمد لله طلع التوقع صح. برافو عليك يا دعاء. وكمان غير ان هي اللحمه المفرومه تفقد السوائل اللي فيها، هي طريقه التعصيق ديت بتبقى حلوه قوي يا شهيره. بتدي طعم حلو وريحه حلوه جدا للحمه. بصي انا ببقى قصاها ازاي. ايوه ايوه كده. بصي وبعد كده بس بتضغطي مش بقى. مش بضغط قوي يعني. هتلاحظي هنا يا شهيره هي عملت الحشوه جوه جوه، وبعدين هتبتدي تضغط بقى وتعمل الجلاش طبقه، وبعد كده اللحمه المفرومه طبقه، وبعد كده بعمل بشاميل بالظبط. تمام. بعد كده هبتدي اجيب لبن، ولو عندي زبادي مفيش اي مشكله برضو. الزبادي بيدي طروان للجلاش. الجلاش بيبقى تحفه قوي. انت عايزه تضربي كل المكونات مع بعض صح؟ يعني سواء لبن او زبادي. لا مش الاثنين يعني، مش زبادي ولبن. لا ولبن لازم اللبن. ليه اللبن؟ علشان اطري ال تمام. يعني الزبادي بس هتبقى تقيلة. الزبادي هو الاختياري، لكن اللبن ده اساسي. اللبن اساسي بس المفروض لو انت يعني المفروض لو انت هتستخدمي زبادي في الوصفه دي يبقى ما تحطيش كميه اللبن دي كلها، يعني تعملي نص ونص. الكميه كبيره بتاعتي. ما احنا لو هنا ضفنا زبادي كمان فوق كميه اللبن دي ده الموضوع كده. انا خايفه الجلاش معانا يبوش بقى ويحصل له. لا ما تقلقيش. يعيش حياته فاهماني؟ ما تقلقيش. هنا بصي انا عندي بيكنج باودر. بيكنج باودر لان بيدي برضو عشان تبقى ارتفاع زي الكيك كده، وبيرضي ارتفاع لل هتضيفي ملح او فلفل اسود او كده؟ لا لا انا كل حاجه مظبطه. حلو. انت عارفه كمان ممكن تضربي ايه بقى مع الخليط ده؟ الفلفل الالوان. تضربي كل الخليط مع بعضه مع شويه ملح فلفل اسود حبه زعتر علشان هتعلي معاكي النكهه قوي. جربتيها كده قبل كده؟ انا دلوقتي انا عايزين. بصي حطي كله على بعضه واضربي يلا. حطي كله واسرعي. شكلك بتحبي كل حاجه سهله. اي حاجه. بصي اتصلي بيا وانا جيت. دخليني المطبخ. اكله الطبق الواحد، اكله الحله الواحده. ايوه دخليني المطبخ نص ساعه انا خلاص على كده. اكتر من كده مش هقعد في المطبخ. صح ولا لا؟ طبعا. بصي انا حطيت طبعا هنا زيتون. ماشي هبتدي بقى اقلب ده كده كله ببعضه. حلو قوي. تمام. بصي انا بتعامل كاني بتعامل في بيتزا. بيتزا بالظبط. حلو قوي يا دعاء ما شاء الله عليك. بصي بقى انا علشان الوقت والحلقه علشان تاخدي نتيجه كويسه قوي بالذات في الجلاش. انا كده خلصتها واروح ادخلها الفرن، مش هحط ده دلوقتي. لما تاخد تتشمع شويه تاخد الأول. صدمه. شفتي ده؟ بصي كلام الشيفات. ايوه يعني شفتي مصطلحات علميه. لازم تاخد صدمه الاول احسن حاجه. قبل ما احط غير اي ماده دهنيه يعني. انت انا حطيت زيت من تحت. في زيت بس زيت الاول. لا انا اقصد يعني من فوق عادي هتدخل كده الفرن. بصي هنا حاجه من فوق. بصي هنا في اللبن وفي البيض وفي البيكنج باودر هبتدي احط زيت. حلوة بس أوي. كده بيكنج باودر برضو. ايوه اهم حاجه البيكنج باودر معاها زي الكيك. بيدي ارتفاع. البيكنج باودر بيدي ارتفاع. حابه ان انت تحطي ملح حطي، حابه ان انت تحطي فلفل اسود حطي. بس بصي يا دعاء يعني الخليط ده احنا لما نحط فلفل اسود لهدف واحد بس مش اكتر، ان احنا نضيع زفاره البيضه. لا يعني انا بعمل انا اول إيه لما اضيف بيضه احط فلفل اسود على طول عشان ما اخليش فيه زفاره. لا انا بحط خل بصراحه. بتضيفي خل اي معها؟ حاجه بستخدم فيها بيض بحط خل تماما. حبه صغيرين بقى نقطه معلقه صغيره معلقه انت تعرفي ان الخل كمان بيبقى عامل مساعد ان هو يخلي لك البيتزا بتاعتك النهارده تهش شويه تبقى هشه. يعني ممكن كمان تخليه تستبدليه بدل البيكنج باودر اللي ضفتيه يبقى حلو قوي. لا واللي برضو ايوه انا فاهمه انت كلامك صح بس انا برضو البيض لاي حاجه كيك اي حاجه بدخل فيها بيض خل. لازم احط معلقه صغيره خل. والبيكنج باودر انا ليه بحطه؟ عشان بيديني ارتفاع وبيديني طراوه حلوه قوي بالظبط كده للجلاش. اهو بصي اعتبريني ان انا دي دخلتها الفرن بس انا عشان الوقت طبعا. حياتي حبيتي ادخلها لك. لا مش فاهماني. دخلك الفرن هندخلها لك كده مش هتحل الفرن يا عمر. هتاخد وقت. ليه انا لا والله مش فاهماني ليه بقول لك كده. لازم اشمع دي الاول في الفرن وبعد كده بطلعها وبرش دي عليها. ما انت ما تعرفيش اللي هيحصل.
احنا هنسويها وهناكلها بقى. احنا هتتاكل. لا لازم ناكلها. طيب يعني المفروض المرحله قبل المرحله دي المفروض ان الصينيه دخلتها الفرن تتشمع وبعدين تطلع تاني. أيوه. تاخد هو ممكن اعرف بس يعني بعد اذنكم يعني تتشمع يعني هيبقى شكلها ايه اللي تتشمع دي؟ هي هتدخل على زي مرحله كأنك التسويه فيها بس قبل التسويه يعني. دخلت مرحله التسويه يعني. كأني فيها قرمشة. بسم الله الرحمن الرحيم هستوي بس احنا بنقول لها لا استني تعالي اطلعي بره. طيب ممكن نفكر الناس بالخليط ده تاني. لبن يلا لبن وبيضايه لبن وبيضه وبيكنج باودر وممكن نحط شويه ملح نحط شويه فلفل اسود ما فيش اي مشكله. امال الزبادي كان فين؟ مش كان الزبادي ده؟ الزبادي ده لو انت عايزه. لو انا عايزه لو انت عايزه تمام لو انت حابه. دي بقى كده انا خلاص خلصتها اهي ورشيت عليها الخليط بعد كده احطها في الفرن. طب امال فقره الموتزاريلا ايه؟ لا واحنا مش هنحط موتزاريلا حتى اهو. امال امتى بقى؟ دي جبنه ميكس مش هحطها دلوقتي. ليه بقى؟ لو انا حطيتها دلوقتي والفرن شغال ممكن هنا الجبنه هتديني لون بسرعه والجلاش هيكون لسه نايم. ايوه يبقى انا كده هاكل حاجه نيه والوش اتحرق من فوق بسبب الجبنه. فانت قللتي مش هيحطها دلوقتي خالص. امال اول حاجه الموتزاريلا لما هي اول تستوي؟ لما خلاص استوت من فوق ومن تحت ادت لون خلاص كده ببتدي بس ارشها وبديها لون فقط لا غير. حلوة قوي. لكن انا لو دلوقتي انا دلوقتي حطيت الجبنه ودخلتها الجبنه احمرت الاول. أيوة. والعجينه لسه زي ما هي اللي هو الجلاش لسه زي ما هو نايم لسه الصوص بتاعه ولسه نايم. يبقى انا لما اجي اطلع واكل هاكل تبقى حاجه صيصه خالص. لا ما ينفعش. ليه بقى؟ اللي انا بحسبها استوت عشان الجبنه هي اللي ادتني الشكل اللي هي مستويه اللون وانا لسه الصينيه بتاعتي لسه ما استوتش. لسه ما استوتش صح كده. تسلم ايدك حلوه قوي. تسلم. طب انا عايزه اسالك على حاجه يا دعاء. اتفضلي. تعالي بس تعالي. حاضر وانا جاي. بقول لك ايه، هي البضايه بقى والخليط اللي انت عملتيه ده على قد لفه الجلاش الواحده بس؟ ولو انت عايزه سمك كمان اكبر وصينيه اكبر مثلا او صينيه نفس المقاس وعايزه السمك يكون زي الكيكه مثلا اعملي لفه جلاش من تحت واحده تمام واللفه الثانيه من فوق. يعني لفه من تحت ولفه من فوق وفي النص الحشوه اللي انا عايزاها شاورما حلوه قوي فراخ بتاع ده لحمه اي بواقي في الثلاجه. انت عارفه البيتزا دي بنطلع اللي في الثلاجه نحطه ممكن هو انا عندي صدور احنا معانا وصفه بطلعها. ايوه يلا بينا نشتغل فيها بقى. خلصت كلام في وصفه احنا معانا وقت حضرتك مش في البيت احنا بصي المود بقى يلا نتكلم. طب ايه احنا هنقول على المفاجاه ولا ايه؟ ولا نخليها الفقره الجايه؟ احنا عايزين نقول المفاجاه اللي انت عملتيها لي الصراحه يا نشوى بجد انا اتفاجئت وحقيقي يلا. فعلا طيب يعني انتوا لازم تستنونا يا جماعه علشان دعاء عندها مفاجاه تانية غير الاكل الرهيب ده والحاجه السهله اللي انا طبعا بحبها موت اصلا اي حاجه سهله انا تمام. بس فعلا نشوى قالت لي على فكره دعاء عندها مفاجاه هنعرفها في بعد الفاصل لما نخلص الوصفه الثانيه. يلا بينا نقول بقى انا كفتة. عندي هنا كفته، عندي دوش، وعندي لحمه مفرومه. حلو. وعندي فلفل الوان اللي هو اللون الاحمر فقط. أيوة. اللون الفلفل الاحمر بيدي طعم مسكر جدا للكفته. هي بتبقى مسكره اصلا كمان بس ولما تحطي الفلفل لما تحطي الفلفل الاحمر بيدي طعم حلو قوي للكفته. حلو قوي ماشي. طبعا حلو. انا دي كفته شوي، انا ممكن احطها في الفرن بس انا مش هعمل كده، هبتدي اعملها لكم النهارده على الطاسه كانها مشويه بالظبط. طب والتوابل يعني بتاعتك ايه بقى يا دعاء؟ فلفل اسود وهيل وحبهان ومستكة، دي كلها بفرمها مع بعضها. أيوة. وزر الورد برده بيبقى حلو قوي وقرفه انا على فكره شم ريحه التتبيله حلوه قوي. بصوا انا هسالكم في اللي انتوا قلتوه دلوقتي بس ناخد عمر الاول. يا عمر الو. الو. ايوه يا عمر. هو بصراحه انا دي تالت مره اتفرج على البرنامج والمقدمه بتاعت حضرتك النهارده هي دي الحاجه الوحيده اللي شدتني ان انا اكمل الحلقه والله مع ان انا كنت نازل الاوردر الشغل اصلا. ربنا يخليك يا عمر. احنا مش عايزين اخرك بس برضو انا يهمني ان انت تقعد تتفرج علينا. الجو جميل جدا، جو بهجه كده، والله انا واحد اتشجعت بصراحه. انا راجل اهو ماليش في المطبخ واتشجعت ان انا اقعد عليكم لان انا عايز اعرف اخس ازاي بعد اللي بيحصل عندكم ده يا جدعان. هتخس ازاي؟ ما هو هي دي بقى المفاجاه. انت حرقت لنا المفاجاه يا عمر دلوقتي. انا بقيت صديق البرنامج، انا هسيب الشغل واقعد عشانكم بقى. هتخس يا دعاء، بتقول لك هتخس. استنانا لاخر البرنامج بقى، ما تنزلش دلوقتي واستنانا لاخر الفقره. مش هقوم والله غير لما الحلقه تخلص. طب خلاص استنانا بقى عشان نقول لك هتخس ازاي بعد اللي بيحصل ده. صباحكم زي الفل ومكسرين الدنيا ودايما كده يعني دايما في تقدم كده، وان شاء الله اخس واجي اطلع زي الشيف دعاء. شكرا يا عبد الوهاب. شكرا. مين؟ عمر. عمر شكرا. عمر معلش ريحه الكفته اثرت فيا. ايوه جوعنا. بقول لك ايه شهيره، انا نسيت اسالك على حاجه، هو الجلاش بيدخن؟ طبعا.
هتقعد لي بقى اه طبعا طبعا بيتخن. بس انا هقول لك انتي عامله خلطات كتيره برضو، انتي حاطه فيها حاجات وزيت وزبده إيه وسمنه صحي صحي وحاطين فلفل الوان وعاملين حاجات صحيه وتقولي لي بيتخن؟ اه لا بيتخن بجد بيتخن طبعا. بس انت عارفه ان انا ما عنديش مشاكل، يعني احنا ما معناش ما عندناش مستحيلات. بيتزا، ما هي البيتزا اصلا العجينه بتاعت البيتزا بتتخن عشان الدقيق الابيض. اه طبعا الدقيق الابيض ده من اهم الحاجات اللي بتتحول. الدقيق الابيض ده بيعمل مشاكل كتيره جدا فعلا. هو والسكر والنشا والحاجات دي كلها طبعا بتعمل مشاكل كتيره قوي. وكل الحاجات دي عموما، كل السموم البيضاء، مش هسميها سموم بيضاء، الناس بتحبها، بس الحاجات البيضاء دي كتير، دي بتعتبر نوع من انواع النشويات، بتتحول في الاخر لسكريات في الجسم، بتبني عندي خلايا دهنيه، فبتحول الدهون تتراكم تتراكم تتراكم. في سؤال كمان جاي على بالي دلوقتي، في ناس بتقول لك ايه بقى؟ إيه انا منعت سكر خالص علشان هخس وبعتمد على نظام الرجيم بتاعي على المكرونه والنشويات. الله. بس انا منع سكر، انا ما باكلش سكر كويس خالص. انا ما خدتش السكريات دبل، يعني نشويات وسكر كويس انا ما خدتهاش دبل. وبعدين سمعت حد تاني بيقول ايه يا جماعه، ما هي النشويات والرز والمكرونه والحاجات دي بتتحول لسكريات. طبعا هي بمجرد ما بتدخل على طول البنكرياس بيحولها للسكريات، سكريات تبدا نفرز انسولين، الدنيا كلها بتبوظ مع الكميات الكبيره. ده كله بيفرض على بعض. وده ايه ده؟ بصي يا نشوى، خلي بالك انه الاكل ما فيهوش مشاكل لو احنا نظمناه صح. صح. بمعنى ايه؟ ان انا لو انا مثلا باكل بعمل مكرونه بشاميل، ناس كتير ما بتقاومش المكرونه بشاميل او المحشي مثلا. الله. او البيتزا. والنهارده الخميس بقى. ايوه بالظبط، النهارده خميس ويك اند وبكره جمعه وتجمع العيله كلها، فشيء طبيعي معروف ان الجمعه ده بيتعمل بقى الاكلات اللي هي تمام. صح. والسفره بتبقى مليان، ما عندناش مشكله. انت عارفه انا طول عمري انا بقول للناس انا اخس من غير حرمان، بمعنى ايه؟ انا عمري ما احرم حد هو بيحب حاجه هيزهق مني، هيزهق مش هيكمل. لو هو بيقول لي انا بحب الاكل إيه؟ ممنوع مرغوب. بالظبط كده. انت عارفه ان احنا لو انت اول لما بتروحي لاي دكتور دايت وهيجي يقول لك بلاش مكرونه بلاش رز بلاش كذا بلاش كذا، اول حاجه هتعمليها هتروحي تعملي الاكل اللي هو قال عليه ممنوع. مش هعمل كده، هنزل عند محل الكبده اللي تحت اللي تحت هضربي كلهم عندهم محل كبده تحتيهم. فطبعا اول حاجه هتتعمل هي الممنوع ده، دي حاجه فسيولوجيه الانسان. انت عارفه زي بالظبط كل الستات بتقول انا بكره هعمل دايت، بكره ده ما بيجيش بقى خالص خالص ما بيجيش بكره ده. معلش بس كان عندي فرح النهارده بالظبط كده، يعني اضطريت ان انا اكل. انت عارفه انا طول الشتاء بقول ايه؟ بقول انا ان شاء الله على اخر الشتاء بشهر كده هبدا. انا الحمد لله بعرف اظبط نفسي بسرعه. يعني ممكن اتخن وبعدين على طول ارجع. بتعرفي انت تسيطري على طول. فاقول لا 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 ان شاء الله قبل الصيف قبل. انا ما اكتشفتش الكارثه اللي انا وصلت لها غير لما الجو حرر كده الفتره اللي فاتت دي. اسكتي يا شباب. بدات اطلع بقى. اسكتي. اتصدمت. خلينا مستخبيين. بالظبط. لا لا لحقت نفسي طبعا على طول وبدات. فهي دي الفكره، انه احنا دايما الحاجه اللي احنا هنحس ان احنا هنتحرم فيها بناجلها. حاجه سيكولوجيه كده في الجسم، حاجه طبيعيه للانسان، ما بيحبش يتحرم من حاجه بيحبها. بالظبط كده. يعني ما تقوليش لحد ما تاكلش شوكولاته، ما تشربش مشروبات غازيه وتبلع كده وتتبسط. بغض النظر عن، بصي خلي بالك انا برضو بيبقى عندي ممنوعات، يعني المشروبات الغذائيه الغازيه دي انا لما بحب بقول لا دي ممنوعه. ممنوعه ولا نسبه السكريات فيها عاليه جدا الى جانب ايه مثلا حاجات الدايت ولا دايت ولا حاجه. لا مفيش كلام بجد؟ ده ما هي طبعا ممنوع بالنسبه لنا في اي حاجه. بس ده اللي انا بعمله مع نفسي وبرضي ضميري. بقنع نفسي ان برضي هو ضميري دايت. بخلص حله المحشي يا جماعه وبحط الكوبايه الدايت. اهم حاجه دايت. خلي الناس تضحك. أيوة علينا. عارفه انا الاداء ده، عارفه بقابله كتير والله. لا طبعا هي بغض النظر هي مليانه سكريات عاليه جدا جدا بشكل يعني رهيب. يعني ما فيهاش اللي هي 1% ولا لا لا لا. زيرو لا لا ولا الكلام لا لا لا. ده بجد؟ والماده الغامقه، المادة الغامقة هي دي سر السعادة، البوظان كله سر السعادة. هي دي سر البوظان كله. بس عموما بصي، علشان برضو أرق يعني ما تقلش على الناس، علشان الناس اللي بتحب الحاجات دي انا ما بحبش دايما اقول له لا ممنوع. لا ما انا ممكن اديله كوبايه اللي هي الدايت اللي انت بتقولي عليها دي، لان بيبقوا مقللين السكر فيها شويه. حلوة قوي. بديها له كوبايه بعد الغداء بفتره شويه، بس ما تبقاش اكتر من كده يكون يعني افضل. كوبايه واحده بس حلوه قوي في اليوم. حلوه جدا. اسمك ما اتحرمت. انا كل القصه في ايه يا جماعه؟ انه انت عايز تاكل ده، انا مش بقول لك عليه لا، بس هنمشي صح. يعني هتاكله واشربه اللي احنا بنقول عليه واللي انتوا بتحبوه، بس بالطريقه اللي هنمشي بيها هنمشي عليها. انت ما اتحرمتش وفي نفس الوقت خسيت. صح بس كده.
صح. وحافظت على صحتك. لا ويا ريت توجهي رساله لجميع امهات مصر، لما تلاقوا اولادكم بيعملوا دايت ارجوكوا بلاش حاله المحشي، بلاش صينيه المكرونه، يعني يبقى لسه بادئ دايت النهارده او انا لسه بادئه دايت النهارده، تلاقي ايه مامته بقى طالعه له ده النهارده يا حبيبي ازاي عامل لك حاله المحشي، ده حقيقي، ده عامل مساعد، يعني ده عامل مساعد بذمتك، ده حقيقي، ينفع الكلام ده؟ هي دعاء بقى كمان على فكره، هي هتقول لنا احنا دعاء بقى مفاجأة بقى، لا علشان دعاء فعلا محضره لنا مفاجاه كبيره جدا اكبر كمان من الوصفات اللي هي بتعملها بالظبط كده. الاول يا دعاء بقى احنا هنرجع لك تاني، انت عملتي ايه؟ انت صبعتي الكفته تمام وعملت لنا حطيتيها بس تشوحيها في الزيت. انا هنا بعملها لا وانا مش زيت، حطيت الزيت ما حطيتش زيت ولا ايه هي كده لوحدها من غير دهون، فيها نسبه دهون فيها دوش وفيها نسبه ليه بسيطه، فهو ده بقى هتسقط الدهون اللي فيها دوش اللي هو ايه معلش ممكن تعرفوني ايه هو الدوش؟ الدوش ده بيبقى في زي هقول لك بيبقى تبع البطن اللي بتبقى الدهون واللية الدهون يعني اللي هي ليا اللي هي ليا صح، الفرشه اللي هم بيقولوا عليها منديل هي زي كده، ده الدوش زي كده النسبه بتاعتها احلى حته دي لما تاكلي بقى بيت الكلاوي كده. يا ريتك كنت حطيتي زبده ولا زيت. الله يا ريتك كنت حطيتي زبده ولا زيت. لو بصيتي شايله هتلاقي هي ريحتها حلوه قوي. طبعا هي بصي السوائل بتاعتها اصلك هي كلها دهون كمان بتنزل الدهون. انا ليه عملت هنا على الحلقه؟ في ناس ممكن ما يكونش عندهم فر او ممكن ما عندهمش شوايه تمام، احنا لازم يعني نوري الناس نوري الناس انا ما عنديش فرن. والله سهله حتى لو اللي عنده فرن برضو انا متهيالي كده اسهل واسرع صح. وعلى فكره بتاخد لون، بصي بتاخد لون اهي كاني بصي انت عملتيها في طاسه، لو يعني لو انا مثلا عندي جريل اللي هو فوق اللون البوتاجاز بصي اللون كاني عاملاها في شويها طبعا انا شفت يعني انا ممكن ارصها في الجريل اللي هو اللي بيعمل على البوتاجاز ده صح. اهم حاجه يكون معاكي سيخ ان انت تصبعي بيه، بتكوني ماسكاه كده وبتبلي ايديكي بالميه وبتحطي الكفته، انا عملتها دلوقتي وبتعملي الكفته. اهم حاجه بنفس الكفته، انا لو ما اديتش نفس للكفته هاكل حاجه مكتومه وممكن ما تكونش مستويه من جوه. بنفسها يعني انا لما بدوس عليها كده بفرغها من الهواء صح مش كده ولا بعملها بنفسها ليه؟ من جوه. انا دلوقتي انا بخرمها من جوه على اساس تطلع بس هقول لك على حاجه يا دعاء هقول لك على حاجه فضل. لو كنت مثلا ايه رايك لو بدل الميه السك دي، انا بشوف بقى محلات الحاتي بيبل ايده في ميه البصل ويروح بقى ايه مصبع كده علشان تاخد البصل دلوقتي فلازم. مش انت هنا ضايفه في المكونات بتاعتها بصل؟ فيها بصل. بصل بالميه بقى ولا بصل بدون؟ خدت التفل بس. طيب ما كنت خدت الميه واستفدنا بيها وحطيت فيها شويه التوابل وعملنا كده وعملنا الميه بقى عملت بيها ايه؟ نشوه ما بتحبش لا لا هي صح حاجه تروح منها. لا لا هي اسئلتها صح مش هنرمي ولا حاجه بس لا انا ما رميتهوش، انا عملت بيه ايه؟ عملت بيه تتبيله استريبس الله في البيت عندي، اللي هو ده بقى استريبس ومقلي. احنا في اخر دقيقه عايزين نشوف الكفته بقى انا خلاص خلصت طب شكلها في الاخر هيبقى حلو قوي كده. حاضر اوريكي اوريكي هنا ما بتاخدش وقت كمان على النار؟ لا هي مجرد ان هي هتاخد صدمه، انا شايفه ان دعاء هدت عليها النار كمان اول ما اخدت صدمه صح يا دعاء؟ ما شاء الله حلو قوي حلوه جدا كاني وهنا برضو وما كشتش شهيره لو تلاحظي لا خالص ما كشتش عشان بيكنج باودر جميله قوي تسلم ايدك وريحتها حقيقي هايله لا ريحتها حلوه قوي بجد والتتبيله بتاعتها حلوه جميله قوي شكلها كده مغري انت اللي جميله يا حبيبتي ميرسي يا دعاء بجد تسلم ايدك حقيقي تسلم. يعني اولا اكله بسرعه شوفي بسرعه عشان هناكل سريعه جدا يا جماعه دي طبعا للناس اللي زيي تحب تدخل المطبخ في ربع ساعة تخلص كله 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 وتحط على السفرة وناكل فعلا أكلة سريعة شهية. الناس اللي ما بتعرفش تعمل بيتزا زي حالاتي مثلا دي حاجة سهلة جدا ان انا اخد الجلاش واكسره واحط عليه اي حاجة يعني احنا النهاردة عملنا لحمة مفرومة وزيتون وحركات لا احنا ممكن نعمل بسطرمة ممكن نعمل سجق ممكن نعمل اي حاجة البواقي اللي في التلاجة اطلعها واحطها وابقى انا كده عملت وجبة غدا بريح فيها نفسي شوية قبل عزومات رمضان. انا حابة قوي اللي احنا فيه دلوقتي علشان احنا بندي افكار للناس لان انت عارفة معظم بيوت دلوقتي هنعمل اكل ايه احنا هنعمل اكل سيبيلي الحتة دي بقى شهيرة ان شاء الله باذن الله ربنا احيانا يوم الثلاث والاربع الجايين في ضرب نار هنا ضرب نار حقيقي انا محضره لكم
حاجات بصراحه هتنبهر. وبقى مش انتوا بس اللي هتنبهروا، ده شهيره هتمسك في خناقي دلوقتي هتتخانق معايا. خلاص بقى هعمل ايه؟ انا بتخانق معاكي بره، حرام عليكي. ميرسي يا دعاء، ميرسي يا نشوى، بجد انا استمتعت جدا بالفقره دي. استنوني لان دعاء لسه عندها مفاجاه اكبر واكبر واكبر. اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني. أكلة العيلة النهاردة جابت لي نشوة مفاجأة رهيبة. أنا لقيتها خارجة بقى، قالت لي أنا هسيبك بقى مع دعاء وخدي بقى المفاجأة. فبسأل دعاء، بقول لها هي إيه المفاجأة؟ لقيت دعاء بتقول لي إيه، أصل أنا كنت بتفرج عليكي وشفتك ففي عرض من العروض أنت كنت طالعة بيه، فأنا أخدته واتفاجئت إن دعاء كانت وزنها كان كبير وخست، وعشان كده هي النهارده دي المفاجاه بتاعتنا كلنا اللي بصراحه نشوه عملتها لي، وبجد فاجئتني وبجد انا انبسطت ومبسوطه اكتر ان انا طالعه معاكم الفقره دي بالاخص، بثبت لكم فعلا بالطريقه العمليه بانه فعلا الكورس بتاعنا قد ايه بيجيب نتيجه وقد ايه بيفرق مع الناس. مع العلم ان دعاء عامله لنا النهارده اكله قويه جدا، جامده جدا، مليانه دهون، مليانه حاجات كتيره جدا تبوظ اي دايت وتبوظ اي نظام، ومع ذلك دعاء بتقول لي لا انا خسيت وباكل الاكل اللي انا بعمله ده، صح يا دعاء؟ ايوه حقيقي. طيب قولي لي يا دعاء بقى، احنا عايزين نبدا الرحله من الاول. انت كنت كام كيلو الاول؟ 90. وبعدين؟ دلوقتي حوالي 75. 75؟ اه. نزلتي 15 كيلو؟ اه. في قد ايه؟ في شهر. شهر؟ طيب اللي كويس. اللي ساعد معايا في الحرق كنت واخده ابر. اخدت اربعه، كل اسبوع كنت باخد واحده. طب هي حلو. دي اللي ساعدت معايا بصراحه، عشان كده انا باكل اي حاجه. عشان كده انت بتاكلي اي حاجه، لان اي حاجه الحقنه على طول. ايوه بصراحه يعني ليها عامل كبير قوي في موضوع النزول للجسم. طيب يعني يا جماعه دعاء انا عارفه كويس قوي هي كانت واخده انهي عرض، ده كانت لان هي فكرتني بيه، هي كانت جايه بالعرض اللي انا نازله بيه النهارده. دعاء واخده كورس وكان عليه كورس تاني، يعني كبسولات ونقط واعشاب، وكان عليهم كمان كورس كبسولات ونقط واعشاب، والنهارده انا جايه باربع حقن حرق نفس العرض اللي كان الدعاء واخداه علشان خاطر نلحق نخس بسرعه جدا. انا قلت لكم من اول ما الجو بدا يدفي انا جايبه قنبله حرق، بس انا جايه علشان نحرق كل الدهون اللي اتخزنت عندنا طول فتره الشتاء. احنا كنا بناكل ومش حاسين، البرد كان بيخلينا ناكل بشكل سريع وبسرعه جدا، ومع ذلك انا بقول لكم كل ده هيخس في شهر واحد بس. النهارده عرض بتاعي كورس وعليه كورس، ومعاهم اربع حقن حرق كلهم عليهم 65% خصم النهارده وبكره، 65% خصم، لان بكره انا ويك اند معاكم 65% خصم، توصيل مجانا والشحن والمتابعه كمان مجانيه. كورس عليه كورس ومعاهم كمان اربع حقن حرق. طيب انا عايزاكي بقى تقولي لي انت دلوقتي، بصي عامله لي بيتزا وعامله كفته، وكفته فيها انت قلتي في الفقره الاولانيه الدهون والدوش فيها نسبة دهون عالية. وعاليه جدا. انت بتاكلي الاكل ده؟ باكل. بتاكليه؟ طيب وانت في خلال ما انت كنت بتاخدي الكورس، انت نازله 15 كيلو، انت خدتي العرض اللي كان عليه كورس تاني، يعني لسه مكمله معايا؟ ان شاء الله. حلوه قوي ان شاء الله. اتبسطتي؟ يعني انا عايزك احكي للناس تجربتك. كان في بصراحه وجع في رجلي، يعني الثقل كله كان نازل على رجلي لما كنت وزنك، كنت جسمي مليان. تمام. هو ده اللي كان مأثر فيا بصراحه. تمام. فكنت بتفرج في مره فتابعت مع حضرتك وكده، فاخدت الكورس بصراحه وما شاء الله، يعني شهر انا استغربت ان يعمل لي 15 كيلو. بصراحه ما كنتش مصدقه، بس لما جربته حقيقي فعلا ده حقيقي بجد. طيب ممكن تقولي للناس من اول ما بداتي الكورس كنت بتحسي بايه؟ يعني وانت بتاكلي بتاخدي الكورس معانا من اول يوم مثلا، ايه الاحساس اللي وصل لك؟ يعني بمعنى ايه مثلا؟ هل في دوخه، في عصبيه، لا لا لا، في ارق، ما بتناميش؟ لا لا لا. وعلى فكره ظبط لي شعري برضو. ظبط لك شعري؟ ظبط لي شعري. تمام. لان الشعر بينزل جامد جدا. انا برضو حسيت ان الحاجه دي ظبطت لي شعري. طيب انا دايما بقول للناس ان الكورسات بتاعتنا والكبسولات بتاعتنا يا جماعه كلها
مستخلصة من منتجات طبيعية، بلس الحاجات الطبيعية اللي بتخلي عندي إحساس الشبع عالي، أنا كمان مزودة بفيتامينات. علشان الناس اللي بتروح تعمل دايت وبتروح تخس وتحرم نفسها من أكل كبير جدا وكتير جدا، الناس دي بيقع شعرها وضوافرها بتتكسر ووشها بيصفر وكلام من ده بالأنظمة الدايت المختلفة اللي هم بيمشوا عليها. ومع ذلك أنا النهاردة بقول إن أنا عندي فيتامينات هايلة جدا جوه نفس ذات الكبسولة والنقط، إحنا مدعمينهم بالفيتامينات علشان الشكوى دي ما تجيش، علشان ما حدش يقول لي ده انا دايخ، ده انا متعصب، ده انا وشي اصفر، طب انا وشي نزل جامد جدا وما كنتش عايزه اخس من وشي. لا، انا مديالك مجموعه فيتامينات زي فيتامين A علشان خاص بالشعر وبالضوافر، فيتامين E علشان نضاره البشره، فيتامين C علشان كمان المناعه والمقاومه بتاعت الجسم تبقى شغاله وطول الوقت طول فتره نزول الوزن. كمان انا عندي مجموعه النباتات الطبيعية اللي بتسد معايا الشهية وبتخليني قادر اقدر شبعان لمدة 12 ساعة، زي عندي السيليوم، زي الكونجك، زي عندي الجارسينيا، كل دي نباتات طبيعية. كل الناس لو حتى عملت سيرش على اي حاجة من اللي انا بقوله هيلقى ان هي كلها نباتات طبيعية بتساعد على تحجيم الشهية، يعني أنا مش هاكل بالكميات الكبيرة اللي تخلي وزني يزيد، أقدر أكل كل حاجة من غير أي حرمان زي ما دعاء عملت. طيب يا دعاء، أنت بتقولي لي إن أنت خدتي الحقن الحرق، الحقنة كنت بتاخديها كل أسبوع، كل أسبوع فرق معاكي في مقاساتك كتير صح؟ أيوة طبعا. تمام، طيب حسيتي بأي حاجة من بعد ما خدتي الحقن دي؟ في اي حاجه تعبتني مثلا؟ تعبتك؟ أو لا لا. طبعا لا تعبتك. لا. طيب انت اصلا كنت بتشتكي من اي حاله مرضيه دعاء؟ لا لا الحمد لله. طيب الحمد لله، يعني عشان كده جاب معاكي نتيجه. طب ممكن اسالك سؤال محرج شويه بس؟ فضل. انت عندك كام سنه؟ 33. طيب يعني سنك صغير. انت عارفه ان احنا دايما بيبقى احنا كخبراء تغذيه دايما بنتكلم على ان بعد ال 35 الجسم اوريدي بيفقد قدرته على حرق مجموعه من السعرات الحراريه. يعني لو انا صغير بحرق 2000 كالوري، انا بعد ال 35 ببدا احرق 1950، وبعد ال 40 ببدا احرق 1800 بس، فانا عندي جرعه سعرات حراريه بتفضل كامنه في الجسم. فانت ساعدتي نفسك. طيب ساعدتي نفسك باي حاجه تانية؟ يعني مشيتي على رجيم، عملتي رياضه، عملتي اي نشاط بحيث انه يساعدك تنزلي ال 15 كيلو دول كلهم؟ لا لا لا، انا كنت الاول خالص قبل ما ابدا المنتج كنت بصراحه بمشي على رجيم، بس اول لما تسيبيه بترجعي تاني وبترجعي لاكتر. تمام. يعني مثلا لو انت 10 كيلو مثلا بترجعي تكوني 15. تمام. يعني بتزيدي جدا. فلا سبته بصراحه، بس لما انا مشيت على المنتج ده هو بصراحه ريحني جدا. تاني حاجه باكل، ومش ان انا محرومه من اي حاجه، لا باكل اي حاجه بصراحه، بس بكميات معقوله برضو، ان انا في نفس الوقت ما بوظ الدنيا وكده. بس بصراحه في الاول لما اكلت كذا حاجه يعني في الطبيعي حسيت ان انا هو الوزن، لان انا جايبه ميزان عندي فبوزن نفسي عشان اشوف الدنيا فيها ايه. تمام. فلا الحمد لله بقيت احسن بكتير الحمد لله. فضل الحمد من ربنا لله. ثم ليكي طبعا. الله يخليكي يا حبيبتي. طب نشوف ياسر هيقول لنا ايه. ياسر، الو. استاذه شهيره. ايوه ياسر، ازيك يا استاذ؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يا استاذه والله انا تعبان، عاوز اخس زي الاستاذه شفا دعاء. هتاخد العرض بتاعي النهارده. انت الاول قول لي وزنك قد ايه يا ياسر؟ انا 90 وحالتي مدهورة وبكرشة يا استاذة، ولا عارف البس وقصير ولا عارف البس، ولا عاوز اخس زي الشيف دعاء. لا هتخس يا ياسر. طيب قول لي يا ياسر، انت طولك قد ايه؟ انت 90 كيلو، طولك؟ طولي 58. 158. يعني انت عندك وزن عالي كتير، عندك وزن زياده. وكرش المشكله بقى استاذه، كرشي ما الكرش ده طبيعي عشان الرجاله، مش عارف البس اي حاجه. طبعا. ولا عارف انام. عندك كم سنه يا ياسر؟ عندي 38، وما اجي انام بقى بحس بنجهه كده، وبيجي لي كرشه النفس بسبب الكرش طبعا. بسبب اعمل ايه بس يا استاذ؟ ولا عارف البس ولا عارف انام. طيب في اي امراض يا ياسر تانية؟ انا استاذه من زمان من نفسي اوصل لكم، قولي لي اعمل ايه يا استاذ؟ لا هتطلب دلوقتي ارقام التليفونات اللي عندك على الشاشه يا ياسر، تبدا تطلبها حالا دلوقتي او من خلال صفحه الفيسبوك هتنزل على الشاشه دلوقتي، هنقدر ان احنا نتواصل عن طريقها. خبراء التغذيه فريق طبي كامل جدا، وبصراحه انا بشكرهم لانهم بيعملوا مجهود جامد جدا معايا، هيتابعوك وهيدوا لك الكورس الخاص بيك، انت بس هتقول لهم وزنك قد ايه. هتصل حالنا يا استاذ. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. انت النهارده هيجي لك كورس وعليه كورس كمان علشان تقدر تخس
بسهولة، هتنزل 15 كيلو في الشهر يا ياسر. يا ريت والله. وفيهم كمان أربع حقن حرق هيساعدوا معاك الحرق الزيادة. وعلى فكرة حاجات كتير ما قلت كل يوم بتفرج عليكم فين وفين عقبال ما وصلت، والناس انت عارفه الناس اللي بره بتدي حاجات غلط. ناس وصلتنا شكرت فيكوا وخست على ايديكوا فين، والله يعني ربنا اللي يعلم. وناس بقت بتلبس، انا عاوز اعمل بقى زيهم الحمد لله. لا انت هتتصل دلوقتي لو حتى لقيت ارقام التليفونات مشغوله ابعت لهم واتساب. ماشي يا استاذ. ماشي، صور حتى الشاشه وابعت واتساب على نفس ذات الارقام او عن طريق الفيسبوك. حالا بالظبط كده هيوصل لك النهارده يا ياسر كورس، وعليه كورس هديه. يعني انت عليك شهر وعليا انا شهر كمان، فوقيهم هديه اربع حقن حر. ربنا البرنامج ده ويا رب يوفقكم فيه ان شاء الله. الله يخليك. انتوا بتساعدوا الناس والله كده. متشكره يا ياسر، احنا تحت امر كل الناس. برعايه الله برعايه الله. شكرا يا ياسر. شكرا يا ياسر. ياسر عايز يخس كرش، الكرش ده مشكلة كبيرة. أنا حابة بس أقول للناس إنه الكرش عند الرجالة هو ليه؟ لأنه عضلات بطنه بتبقى عضلات شديدة، والكتلة العضلية عند الراجل بتبقى دايما قوية وكبيرة. وبما إن معظم الرجالة بتبقى مقضية حياتها دعاء، يا إما سايقين يا إما دي شغلتهم، يا إما قاعد على مكتب مفيش حركة، فبالتالي أكتر منطقة بتكون دهون هي منطقة البطن أو الكرش عند الرجال، لأن المنطقة دي أصلا كلها عضلات عندهم، فبالتالي بتخزن دهون بالزيادة. فما تقلقش يا ياسر، النهاردة العرض بتاعي كورس عليه كورس هدية، كلهم عليهم هدية أربع حقن حرق، وفوقيهم كمان هدية رابعة 65% خصم مع شحن مجانا، وكمان المتابعة عندي مجانية تماما يا جماعة، محدش هيدفع جنيه لا في استشارة ولا في متابعة ولا في أي حاجة. ما بقولكش تروح عندي ولا بقولك تعالى عندي، انت مش محتاج سماعة أكشف عليها بيك، انت محتاج بس تقولي وزنك قد إيه وطولك وحالتك الصحية، ودي مهمة جدا لازم تبلغونا حالتكم الصحية ايه. اذا كان عندك ضغط او سكر، عندك مشاكل في القلب، عندك كوليسترول عالي، لازم تقول لخبير التغذية اللي هيكون بيتابعك ايه حالتك وايه نوع الادوية اللي انت بتاخدها عشان يقدر يطلع لك الكورس المناسب. انا مش ببيع كورس واحد وبس، انا ببيع كورس خاص بكل حالة، سواء حالة مرضية او حالة سليمة. بشوف عندك شهيتك عالية ولا حرقك ضعيف، الاتنين بديلك على اساسه الكورس المناسب لي. فالنهاردة العرض بتاعي عرض كورس عليه كورس، وفوقيهم كمان اربع حقن حرق. يعني ايه كورس وعليهم كورس؟ يعني كورس مكون من علبه كبسولات ونقط واعشاب، والثلاثه مكملين لبعض. كبسولات بتحجم عندي الشهيه وشرحتها، هندخل في النقط. النقط هي بمثابه ساعه جيم، يعني انت لما هتاخد 10 نقط على نص كوبايه ميه بعد الغداء وبعد العشاء، اللي دي كفيله بانها تحسسك بان انت قمت عملت رياضه لمده ساعه في الجيم. هتسخن جسمك، واول ما تحس ان جسمك سخن يعني معنى كده ان جسمك بدا يحرق، وبدات العضلات تحرق كل الدهون اللي متكتله حواليها. فهنبدا نحس بفرق في مقاساتنا، وتحس بفرق في الوزن بعد اسبوع بالظبط. كمان معايا الاعشاب، والاعشاب دي بتشتغل از ديتوكس. الديتوكس يعني ان احنا بنضف جسمي من كل السموم، بفلتر الكبد وبفلتر الكلى، وبدي فرصه دايما ان الكبد يشتغل تبدا شغلته تمام، يفلتر كل السموم ويخرجها بره الجسم، ونبدا عمليه الحرق تعلى عندي. لان كمان الاعشاب فيها بعض الاعشاب اللي بتساعد معايا على الحرق، زي القرفه، زي المرمريه، زي النعناع، صفوف تخسيس، كل ده بيساعد عندي الحرق. يعني انا مضاعفه لك حرق جامد جدا. للناس كمان اللي بتشتكي من خمول الغده الدرقيه، لانه الحرق بيبقى عندهم ضعيف، او سواء حتى لو ما عندوش غده، احنا بعد سن معين بيبدا الحرق يقل في جسمنا، فانا بنشط الحرق وبخلي الحرق شغال لمده 24 ساعه. فانا النهارده العرض هفكركم بيه لتالت مره، انا بقول لكم النهارده انا معايا كورس، يعني كبسولات ونقط واعشاب، عليهم كورس تاني هديه، يعني هتخس شهر على حسابك شهر على حسابك. فوقيهم جايبه لك هديه كمان اربع حقن حرق علشان نعلي الحرق بشكل رهيب. وفي نفس الوقت الحقن الحرق دي هتروح على المناطق المتكتله، زي ما ياسر كلمني كده وقال لي انا عندي الكرش، الحقن دي اول حاجه هتروحها هي الكرش. الستات اللي بتشتكي من الارداف او من الدراعات، كل ده الحقن هتقوم بيه بانها تحرقه. مع اول اسبوع هنبدا نحس بفرق كبير جدا في المقاسات، مش اقل من 2 او 3 سم في كل مقاس.
الى جانب ان الميه الزياده هتنزل، والى جانب كل ده عليه 65% خصم. مش بس كده، ده الشحن مجانا وكمان متابعتي مجانيه، والمتابعه دي مهمه جدا. وده اللي هسال فيه بقى دعاء. دعاء انت كنت بتتابعي معانا؟ اه تمام. احكي لي بقى عن تجربتك مع متابعه معانا ومع خبراء التغذيه اللي كانوا بيتابعوكي. كانوا بيكلموني كل مره في الاسبوع، مره في هما ليه كانوا بيكلموك؟ انت كنت مكبره دماغك. لا قلت انا هاخد بقى. لا هم على طول بصراحه كانوا بيكلموني ودايما بيتابعوا معايا. طب حاسه بحاجه، في حاجه تعباكي كده؟ فكنت بصراحه لا، يعني هي ما فيش اي حاجه، كل حاجه بصراحه كانت ماشيه تمام معايا. جه عليكي في خلال الشهر ده مثلا مناسبه، رايحه فرح، معزومه على عيد ميلاد، عندك حفله، عندك حاجه مناسبه يعني، جه عليكي حاجه زي كده؟ طيب كانوا بيقولوا لك تعملي ايه؟ الفريق الطبي يعني مثلا، انت مثلا الاسبوع الجاي انت عندك ايا كانت المناسبه اللي انت كانت عندك، فكانوا بيقولوا لك تاخدي الكبسوله وتروحي تاكلي عادي وبتاع وتمام؟ ايوه كانوا بصراحه بيقولوا لي على كل حاجه، بس انا كنت شايفه ان هو بيعلي الحرق بسرعه يعني. كان شغال كويس بصراحه الكورس اللي انا كنت واخداه، فاللي هو يعني انا ما كنتش بتصل بصراحه، بس هم كانوا بيكلموني وكانوا دايما يعني بيعيدوا عليا كل اسبوع، يعيدوا لو في حاجه تعباكي دوني رقمهم وكده، بس مش بيستنوني ان انا اتصل بصراحه. طيب هم على طول بيتصلوا بصراحه لله. يعني الحمد لله، الحمد احنا لله. الحمد لله عندنا يعني فريق طبي جامد، عشان كده انا بحقيقي بشكرهم، لان هم فعلا بيقوموا بمجهود كبير جدا من يعني من ورا الشاشه اللي انا طالعه بتكلم فيها، هو مجهودهم بيبقى اكبر واكبر بصراحه، عليهم لود كبير جدا. وزي ما دعاء قالت كده، علشان انا حبيت دعاء بس هي اللي تقول، لانه انا شهادتي فيهم بتبقى مجروحه، لكن انا دعاء بتقول ان حتى انا ما كنتش بتصل، هم بيرجعوا يتصلوا بيا. ايوه حقيقي. طب الحمد لله. حقيقي. طيب بصي يا دعاء، دايما الناس بتقول ايه، بتيجي في النص كده وتقول لي ايه، انا ثبت انا ما بنزلش، يعني حصلت معايا حالات، حصل معاكي حاجه زي كده؟ لا ما حصلش. لا لا. كان الحرق شغال، كنت زي ما انا شغال. طيب تمام. انا كان وجع رجلي هو اللي وجعني جدا، وفرق معاكي دلوقتي؟ الحمد لله ما بقاش فيه وجع خالص. طب الحمد لله. يعني بتطلعي السلم وبتنزلي؟ لا لا الحمد لله. انا كنت فعلا لما اجي اطلع سلم احس ركبتي كده بتوجعني، لكن لا الحمد لله ما فيش ده خالص. طب انت مكمله لسه معانا صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ناويه توصلي لكيفين يا دعاء؟ لا هفضل متابعاكي ان شاء الله، وانت اللي تقولي لي بقى، يعني لازم انت تقولي لي، لاما انا لو لقيت جسمي خلاص مناسب يعني انا ممكن 10 كيلو. ايوه 10 كيلو كمان. طيب انا علشان بقى نثبت صحه الكلام اللي احنا بنقوله ده، انا عايزه اشوف الاول صور دعاء. دعاء جايه لنا بالصور بتاعتها من قبل ما تخس، عايزين نشوف الصور. نشوف صورك يا دعاء. لازم. معلش عشان الناس بقى تشوف. نشوف صور دعاء. انا كان كتير قوي هنا، كانت كتير فعلا. هنا كنت 90 كيلو صح؟ حتى وشك ما شاء الله. وشي كان حاجه كده ما شاء الله. لا هايل يا دعاء بصراحه. طبعا احنا شايفين الفرق طبعا، يعني دعاء كانت ايه ودلوقتي ايه، وهي لسه مكمله معانا، يعني هي قالت انا لسه مكمله. إن شاء الله. لا 10 كيلو طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. لا يعني الحمد لله بكتير. الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك جدا جدا على فكره، على المنتج ده تحفه جدا بصراحه. العفو على ايه؟ العفو يا حبيبتي على ايه؟ لا بجد يا دعاء يعني انا بنبسط قوي لما بشوف ناس بتأكد معانا اللي احنا بنقوله، يعني فاهمه ازاي؟ اللي هو علشان حتى اللي بيفكر اجرب ولا ما اجربش، ادي ده خير دليل. انا جايبه حاله بنفسها بتقول يا جماعه انا اخدت معاكم العرض بتاعكم والكورسات بتاعتكم وفعلا فرقت معايا. وما اعتقدش وش دعاء حتى باين يعني ان هو ولا في شحوب ولا في هالات سودا ولا تعب، وهي وقفت عملت لنا ما شاء الله الاكله، اكله جامده جدا الصراحه، يعني بيتزا جلاش كفتة. بالبيتزا عملنا كفته كلها دهون، وهي مش محرومه من اي حاجه، يعني هي انت بتاكلي دلوقتي كل الاكل اللي انت بتعمليه. لا لا الحمد لله. ايوه طبعا حلوه قوي. وانا كمان كنت في السعوديه لسه من قريب، فكبسه بقى انت فاهمه انت. كبسه كمان. هتعملي لنا كبسه في مره ان شاء الله باذن الله. طيب احب افكركم بعرضي النهارده، عندي كورس وعليه كورس، يعني علبه كبسولات ونقط واعشاب، عليهم كورس علبه كبسولات ونقط واعشاب، فوقيهم ده كله 4 حقن حرق، وكل ده جاي ب 65% وشحن مجانا وكمان المتابعه مجانيه. هطلع فاصل صغير وهنرجع تاني بعد الفاصل نكمل مع دعاء. رجعنا
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احب افكركم بعرض النهارده، عرض النهارده كورس وعليه كورس، كورس هيحسسنا بالشبع، كورس هيعلي عندي معدلات الحرق، مش هيحرمني من الاكل، بالعكس هاكل كل اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت هخس بامان وبصحه. فوقيهم كلهم اربع حقن حرق يساعدوني على رفع معدل الحرق، وكمان يروح للاماكن المتخزنه، يعني اللي عنده دهون ثلاثيه، اللي عنده دهون صعبه، اللي عنده دهون موضعيه او وزن في سمنه موضعيه، يقدر يستخدم معايا الحقن بامان جدا. هناخد حقنه كل اسبوع علشان نقدر ننزل الوزن السريع، وفي نفس الوقت المنطقه اللي مضايقاني ما بقاش بحس ان انا بخس، والمنطقه دي لسه زي ما هي. كل ده كورس وعليه كورس، ومعاهم اربع حقن حرق كلهم عليهم 65% خصم، الشحن مجانا، وكمان متابعتي كمان مجانيه. قبل الفاصل اتكلمنا عن المتابعه، ودعاء قالت لي المتابعه ان احنا كنا الحمد لله فريق الخبراء التغذيه، الفريق بتاعي كان بيتابعها من قبل ما هي تتصل بيهم. السؤال اللي بعديه، جالك لحد البيت يا دعاء؟ وصل لك لحد باب البيت؟ يعني احنا الحمد لله ما عندناش اي صعوبه في ان احنا نوصل في اي مكان في مصر، انا اقدر اوصل لك في اي مكان في مصر، انت بس هترفع سماعه التليفون، هتتواصل معايا عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه او عن طريق صفحه الفيسبوك. لو التليفونات مشغوله ممكن نصور الشاشه دلوقتي ونبعت واتساب بسرعه نطلب عرض النهارده. العرض قائم النهارده وبكره، لان بكره ويك اند وانا مش طالعه لكم، فانا مديه لكم لحد بكره كمان. نقدر نتصل ونبعت ونقول انا عايز الكورس اللي كانت الشيفه دعاء بتاخده علشان خاطر تخس 15 كيلو. طيب حد طلب منك اي فلوس فوق ال؟ لا، جاني ببلاش، ما خدوش مني فلوس، يعني التوصيل كان مجانا. التوصيل كان مجانا، يعني اللي المندوب قال لك عليه هو وصل لحد البيت، هم خدوا بس مني سعر المنتج. بس ما خدوش مني فلوس للتوصيل ولا حاجه. طيب شيفه دعاء، انت نعم. بتشتغلي شيفه، يعني شغلتك اكل. تمام. طيب وانت كنت بتاخدي الكورسات بتاعتنا والكبسولات بتاعتنا، كنت بتحسي بقى انا عايزه اكل الاكله دي؟ كنت بتعملي ايه يعني؟ اصل يعني شغلتك صعبه مع الاكل. أو على طول في الحلويات وفي الحادق برضه. تمام. فان انا ممكن ان انا اكل وكده، لا بالعكس كنت بحس بشبع. كنت بتحس بالشبع؟ اه بصراحه. وقت ما كنت بتجوعي؟ طيب حاجات بسيطه مش اللي هي. انا حاسه على طول شبعانه بصراحه، طول الوقت حاسه اني شبعانه. بس باكل بقى ايه في وقت مثلا وقت الغداء، وقت الفطار، وقت العشاء كده اكل، بس مش يعني حاسه ان مش الكميات اللي كنت باكلها الاول. بس الحمد لله باكل كل حاجه، بس بكميات بسيطه. يعني ما حدش قال لك خالص تاكلي ايه وما تاكليش ايه؟ ما حدش اداكي نظام دايت يعني؟ لا من الاخر او نظام رجيم تمشي عليه؟ لا خالص. لا. طب الحمد لله. طب دي كويس قوي. 15 كيلو يا جماعه، احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في 15 كيلو في الشهر، ده رقم مش قليل خالص ان اي حد ينزله. افكركم تاني بالعرض اللي كانت دعاء بتاخده معانا، وانا النهارده جيت بيه تاني علشان فعلا هو الطلب مننا كتير جدا. العرض ده انت هتخس شهر على حسابك وشهر على حسابي، يعني انت طول رمضان هتخس على حسابك، لكن اول ما هتبدا تدخل في العيد وندخل بقى في الصيف ولبس الصيف وفورمات الصيف هتبدا تخس على حسابي انا. النهارده العرض كورس وعليه كورس، معاهم اربع حقن حرق، الاربع حقن حرق ما يقلوش اهميه عن الكورسات اللي انا نازله بيها النهارده، كل ده علشان نلحق ندخل على شهر الستة يا جماعه، 1/6، عايزين نخس اكبر كميه ممكنه من الدهون وننزلها وندوبها وننسفها، فمعاهم اربع حقن حرق، كمان كل ده عليه 65% والشحن مجانا، وكمان المتابعه مجانيه. العرض ده النهارده وبكره، بما اني مش طالعه بكره وبكره احنا اجازه كلنا ويك اند، نقدر نطلب العرض ده علشان خاطر نلحق نخس بسرعة، ندخل رمضان بمنتهى الأمان علشان نبدأ نخس بقى. عايزين نلبس لبس الصيف بقى وألوانات وحاجته ما نحسش بحاجة، صح؟ أيوة حقيقي. طب انت عارفة أنا نفسي كان عندي تجربة قبل كده، لأن أنا كنت والدة بنوتي صغيرة وهي تالت ولادة بالنسبة لي، كويس؟ عندي بنوتة وولد وبنتي الصغيرة آخر بنوتة، وكانت تالت ولادة، علشان بس الناس دايما برضو اللي بتقول أنا خلفت أكتر من مرة أو أكتر من مرتين فجسمي بيبوظ، كويس؟ فكانت عندي تجربة وبرضو ولدت على فكرة قيصري، يعني مش مثلا مش ولادة طبيعية، لا أنا ولدت قيصري وقعدت مدة شوية في السرير، وأنت عارفة بقى الأمهات في الوقت ده بقى آكل عايزة تاكل، أنت عارفة الـ إيه فرخة مكان البيبي، هي كده بالظبط، كانت ماما بتعمل معايا كده. تمام. فهوريكي أنا تجربتي معاها كانت مع الكورس، وخدت فعلا الكورسات بمجرد ما بنتي كان عمرها بالظبط 5 شهور،
انا بدات اخد الكورسات لان انا دخلت لها اكل خارجي من 5 شهور. أيوة. طبعا الدكاتره هتزعل مني لكن انا كنت محتاجه ان انا اخس، كنت عايزه اخس جدا. فهوريكي صورتي كمان دلوقتي يا دعاء، شكلي كان ايه وبقى ايه لما خسيت. نشوف الصوره. انا برضو كنت 90 كيلو بالظبط ونزلت 65 كيلو، بس انا نزلتهم بصراحه 25 كيلو انا كنت نازلاهم في شهر ونص. لا هو بصراحه منتج رائع. اه بصراحه يعني، وانا انبسطت يعني، كنت مبسوطه جدا جدا جدا. وانا اولا انا ما حسيتش باي حرمان، خسيت بامان جدا، ما ضرتش بنتي. انا بنقول دايما انه بعد الرضاعه بحوالي 5 أو 6 شهور. ليه؟ لانه الفاتس اللي موجوده في اللبن يا جماعه مهمه جدا للاطفال انها تروحها للبيبي ان هو يروحها. معلش نستحمل شويه وزن شويه لمده 6 شهور، وانا اوعدك ان انت هتنزلي نزول سريع. الصوره دي بعد ثالث ولاده يا جماعه. انا دلوقتي حاليا حوالي 67 كيلو، انا زايده شويه 2-3 كيلو، بلحق نفسي وبخس. وبدات على طول الكورسات بتاعتي بدات اخدها لانه انا فعلا محتاجه انزل شويه. فبس دي النتيجه دي كانت بعد ولاده بنتي بالظبط بحوالي 7 شهور، كنت انا وصلت للوزن اللي انا عايزاه، وما كنتش تعبانه وما كنتش مرهقه وما كنتش عصبيه زي ما كل الناس كانت بتتكلم، وكنتش محرومه من اي اكل. لانه طبعا كلنا عارفين الامهات في فتره الرضاعه بتبقى بعد الرضاعه بتبقى عايزه تاكل اي حاجه وتقوم تاكل اي حاجه. لا انا ما كنتش حاسه الاحساس ده، انا كنت باكل اكلي طبيعي، وبالعكس حاسه ان انا شبعانه اكتر واكتر. ما ضرتش بنتي، وفي نفس الوقت نزلت النزول الامن ونزلت النزول السريع اللي كنت فعلا محتاجاه، وكنت عايزه ارجع وزني بسرعه جدا، فنزلته فعلا سريعا. ومبسوطه بالتجربه، مبسوطه بيكي جدا جدا يا دعاء. افكركم تاني فعلا بعروضنا النهارده. انا العرض النهارده عرض مدياله فرصة كبيرة قوي، النهاردة وبكرة نلحق نتصل على أرقام التليفونات وكمان نشوف صفحة الفيسبوك نتواصل عن طريقها، هو ده التواصل الوحيد، دي الصفحة الوحيدة الخاصة بشركة HR فارما، هنتواصل عن طريقها. خبراء التغذية هيبدأ يقولك أنت حالتك إيه، هتقول له حالتك، وزنك، طولك، وسنك قد ايه، حياتك قد ايه، بتميل للنشويات ولا للسكريات، انت شهيه عاليه ولا حرق ضعيف. لو في اي امراض نبلغ بيها الفريق الطبي علشان يقدر يطلع لك الكورس الخاص بيك علشان خاطر تحس بامان وانت بتنزل. وفي نفس الوقت كل فوق ده كله انا معايا عرض كورس وعليه كورس، ومعاهم 4 حقن حرق يساعدوا على حرق كل الدهون المتراكمه في الاماكن اللي بتضايقنا. وفوق ده كله 65% خصم، ومعانا كمان شحن مجانا وكمان متابعة مجانية. بأكد جدا على المتابعة، دعاء قالت هم كانوا بيرجعوا يتصلوا بيها علشان يتابعوا معاها. متابعة مهمة جدا زيها زي انا لما بروح لدكتور انا باخد منه روشته وبيقول لي تعالي الاستشاره. المتابعه بالظبط زي استشاره الدكاتره اللي الخاصه بالامراض. يلا انا هم بتقولوا لي معانا تليفون صح؟ اماني. ايوه اماني اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا اماني، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي تجربه ولا هتساليني؟ لا انا يعني انا جربت كتير حاجات كتير للتخسيس وبراشيوم حاجات من المكان اللي انا ساكنه فيه، صيدليات والحاجات دي. تمام. بس لما تابعت حضرتك وكده حبيت ان انا اتكلم يعني واسال حضرتك. اتفضلي تحت امرك. انا وزني 95 كيلو. 95 وطولي 150، مش طويله قوي. وجربت حاجات كتير، الاعشاب، براشيم، حاجات كتير بصراحه ما عملتش معايا نتيجه خالص. تمام. طيب انت بتشتكي من اي حالات مرضيه؟ عندك اي حاجه؟ لا 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 خالص، ولا غده ولا ضغط ولا سكر ولا كلام من ده؟ لا 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 الحمد لله. طيب قولي لي يا اماني بقى سؤال انا حابه اساله لك، انت بتحبي ايه؟ شهيه عاليه يعني طول الوقت حاسه بالجوع، ولا انت بتفضلي مثلا تاكلي سكريات بس، ولا ايه؟ يعني انت الوزن ده جه ازاي؟ انا باكل، ممكن اكل مره واحده بس، باكل بكميه كتير وبالليل كتير. تمام. طيب يلا يا اماني دلوقتي اتصلي على التليفونات علشان هيجيلك الكورس بتاعي النهارده، كورس وعليه كورس، ومعاهم 4 حقن حرق هيقضوا تماما ال 95 دول، هينزلوا يا اماني ل 60 كيلو. وانا عن جداره، عن ثقه بجداره. تمام. انا بشكرك جدا جدا يا دعاء، بجد حقيقي تجربه حلوه، مفاجاه حلوه جدا من نشوه، مفاجاه منك جدا. ميرسي على الاكل، وميرسي على ان انت نازله معانا الوزن ده كله. وكملي بقى معانا ان شاء الله. تمام. اكيد عشان رمضان. اكيد عشان رمضان.
ميرسي يا دعاء جدا، بشكرك بشكرك. فكركم لاخر مره، عرضي النهارده كورس وعليه كورس ومعاهم اربع حقن للحرق، ومعانا كمان 65% خصم وشحن مجانا وتوصيل مجانا، والعرض ده لحد بكره. اشوفكم ان شاء الله على خير يوم الثلاث الجاي من الساعه 1 للساعه 2، واكله العيله ونشوه، واوعوا تروحوا في اي حته، استنونا الاسبوع الجاي. باي.